لا يقل أهمية. كان فتح الفيسبوك البارح هكا كيبان لك السيد اش كيقول؟ اش يقول لك؟ انا جندي حاربت في 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 الجنديه شويه عباد الله والعياذ بالله كيخشي يدو في عينه كيجبد مع شنو كيجبد من عينه كيقول لك البوليزاريو حيدوا لي عيني والعذاب وعباد الله. بنادم قال لك كيموت حدايا هاد العيالات لي ارامل راه رجالاتهم ماتوا قدامي ماتوا خوت في جنابي الارامل اللي كاينين دابا رجالتهم ماتوا في جنابي دفنينهم الصحراء كامله تعرفنا ما تعرفونا انتم كيعرفون تعرفنا الصحراء. واش كتعرف شي واحد يموت حداك من ما مجربش هاد العمليه؟ تكون تشد مثلا سلاح وواحد صاحبك ولا في القشله ولا كتنعس معاه مثلا ومات لك حداك او اللي مات معك في الحبس اثرها النفسي الصدمه من اخطر ما يمكن يعيش الانسان. راه كاين اللي عاش شاف العبوه الناسفه الطرد قالت كاين اللي تصور بنادم كيجتر واحد الجروح والام ما يمكن لك تعوضها له واخا تعطيه الكون كله. تصور بنادم كان في الحبس عند البوليزاريو الحبس ديال البوليزاريو تحت الارض ومعامله اجي شوف الصحه ديالي حاشاكم نتعرى عليكم كي دايره بالقرطاس يا عيني كيقراو البوليزاريو حي ها انتم لا اله الا الله. واش هذا يجي ويبقى يقول لي انا معدي فين نسكن دابا؟ ما لقي فين نسكن، مازال كنخدم، نهار اليوم نخدم على راسي، ومازال قادرين ندافعوا على هذا الوطن، ولو يبقى فينا الدم واحد. هذا نعس عند البوليزاريو، وشاف خوتو تقتلوا حداه، وتبدت له عينه، وعنده مشكل في المغرب مع السكن وباقي خدام، ياه. وخرين عندهم 20 مليون، 30 مليون، القدرونات، الصفقات. كي هذا المنطقة؟ واش هذا المنطقة عباد الله؟ حنا نقولوا الصحراء أرض قضيتنا الأولى وكنتعبؤوا ليها حكومة وشعبا وبرلمانا وصحافة. ولقاو بنادم اللي ضحى بأعضاء جسمه وخلاهم تما والبوليزاريو قلعت له الكراكب دعينه يجي يقول لي أنا عندي مشكل في السكن. وعاد نتسنى يوقف هذا ونصيفط له القوات المساعدة ما تخليهش يوقف وتناصره. واش هادشي ما يأثرش فينا المغاربة؟ بغيت كل مسؤول يكون منطقي يكون موضوعي. واش انا دابا واخا كنبغي نكون ايجابي وكنبغي نجبد الامور الزوينه في البلاد ملي نلقى هادشي كيف اذا انا ماشي بشر غنشوف هادشي كيفاش هذا ولا مر ولا داك السيد اللي ماتت له مرته مثلا مات لها راجلها في العسكر مع البوليزاريو ضحى على البلاد مات ترزى في حياته باش اخنوش يلقى الامن ويدير لاباس ويدير بومبا ويدير افريقيا. الاسم ديالي بريك نعيمه عندي 20 سنه طالبة جامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال تخصص علم الاجتماع. أنا الوالد ديالي الله توفى هادي شهر هادي ومعطاونيش المنحة ومعطاونيش الحين ونهار ديت الطلب ديالي العمالة تعرضت للقمع. هادشي راه حشومة عمالة ديال أزيلال؟ عمالة أزيلال. شكون هو هذا الطرف يعني الشخص اللي عرضك للقمع؟ انا ما عرفتوش قالوا لي مقدم ما عرفتش تما تما عندهم قال لي حداش هذا القمع ممكن نزيد توضحي لنا مثلا؟ انا قلت لي باغا نشوف سيد العام قال لي ما كاينش بقى كيتهز عليا صوتو وقال لي انت ما مربياش وقال لي الوالده كان باغي يضربها قال لي كون ما لابساش حق الله كان باغي يضربها حتى لابسه حق الله جا بغا يضربني انا قال لي انت ما فوسط العماله فوسط العماله قال لي انت ما مربياش ما بغاش يخليني ندخل قال لي صافي قالوا لي تسني تما بقيت كنتسنى شي نص ساعه تقريبا عاد دخلت وواحد الدري وقف معايا الله يجازيه بخير الله يرحمني الوالدين هو اللي وراني قال لي راه الدوسي الملف ديال انا اللي غندوزو للجنه وعطيتهم شهاده الوفاه ديال الاب ديالي الله يرحمه وراه كان متقاعد وراه بنت حشومه هادشي اللي دارو بنت متقاعد تعرض للقمع والوالد ديالي كان كيسهر وحرروا الصحراء وظلموهم ما عطاوهمش حقهم وما عطاوناش حتى حنا ولاد المتقاعدين تحقروا وحقرونا ما عطاوناش المنحه وما عطاوناش الحي وراه لا يعقل انه ولد الموظف ولد الوزير باه كيدخل حتى جوج المليون حتى ثلاثة المليون في الشهر ولدو يعطيوه منحة والحي وحنا لا
الوالد ديالي الله يرحمه كان مريض بالقلب شي 7 سنين هادي تقريبا، وكان كيشد 40,000 ريال في الشهر. اقسم بالله الا كان كيشري الدواء ب 30,000 ريال، وشحال كيشد لينا 10,000 ريال. وانا كنت طالبة جامعية، وكان كان كيتحرم راسو من شحال من حاجة اللي صيفط ليا باش يعطيني باش نقرا. ما بقي صافي، انا كنحشم، انا كنبقى نطن وكنحشم نقول ليه صيفط ليا هكاك. ما عنديش، انا باغا نقرا وما عنديش امكانيات باش نقرا. راه الحشومه وعيب وعار انه اولاد المتقاعدين يتحقروا، هادشي راه حشومه. وانا كنطلب من المسؤولين يديروا لينا شي حل، يعطونا الحقوق ديالنا. انا راه ما نسمحش في حق الاب ديالي، انا بغيت حق الاب ديالي الله يرحمه. وراه كان مناضل، كان كيتناضل وما كيسكتش على حقه. ودابا راه مات شهر هادي الله يرحمه، وكان مات مسكين بالقلب حيت 7 سنين هادي وهو كيداوي على القلب، وكان كيشرب الدواء ديال 30,000 ريال. الاب ديالي كان متبع في بنوتينا في مراكش، وكان الطبيب كيعطيه 3 شهور ديال الرونديفو، كان كيشري الدواء ديال 3 شهور ب 30,000 ريال، وكتشات لنا 10,000 ريال. بالله عليكم 10,000 ريال واش نخلصو بها الماء، واش نخلصو بها الضو، واش نخلص بها الكرا ديالي؟ انا كاريه في بنين لا ب 7,000 ريال صراحه. لا ماكله بلا ترانسبور، ادوات مدرسيه، كتب، البحث. اقسم بالله ما شريت الكتب، الى الكتب اللي تبعت ب 50 درهم، الكتب ما شريتهمش نهائيا. والاساتذه ديالك تيراعيو هاد الاساتذه ديال الجامعيين ما تيراعيوش هاد المساله هادي؟ لا، كل واحد خاصو يكون عنده الكتاب ديالو، البوليكوب ديالو فين يقرا ويبريباري الامتحان. يعني استاذه نعيمه، باش حسيتي ملي تعرضتي لذاك الموقف، وانت اصلا مشيتي للعماله على اساس انها واحد المؤسسه ديال الدوله اللي تحقق المطالب ديالك، اللي تحمي الحقوق ديالك، باش حسيتي ملي تعرضتي لذاك الموقف وديك الاهانه من طرف ذاك الموظف؟ عمري حسيت بداك الشعور نهائيا، حيتاش الوالد ديالي الله مات الله يرحمه، وربي اللي عالم بينا الصراحه. وراه لا يعقل انه بنت متقاعد كان من القدماء المحاربين والعسكريين تعرض للقتل. حماة الوطن، حرروا الصحراء، ما اللي حرروا ضربوا شماره. راه لا يعقل انه تعرضوا للقمع والاهانه، وخلوا ما خلاو لهم والو، خلاو لهم 40,000 ريال، وكاين اللي خلاو لي 20,000. والارامل كاينين اللي مساكن اللي كارين الله يحسن العوال، وعندها 4 الوليدات، وراه ولابسه حق الله، ومشات تخرج باش تخدم في القهاوي باش تجيب لولادها ما ياكلو. راه حشومه حشومه عيب وعار انه مرات متقاعد تخرج بحق الله تخدم في القهاوي، وكتعرض بعض المرات كاينين اللي كيتعرضوا للتحرش الجنسي والكلام الفاحش. راه حشومه. ديك الساعه فاش وقع لك هذاك المشكل، واش ما طاحش في بالك تمشي تشكي عند السيد العامل؟ اصلا السيد العامل ما خلاونيش ندخل عنده، جيت جوج مرات. يعني فكرتي في هذا القضيه؟ فكرت فيها ولكن راه ما خلاونيش. جيت جوج مرات قلت لهم بغيت نشوف السيد العامل، قالوا لي لا راه ما كاينش، ما عرفش واش بصح كاين ولا ما كاينش. وجيت المرة الثانية، جيت ندفع الطلب ديالي وتعرضت للقمع مرة ثانية. ثاني وشنو الحل، شنو اخر حل عندك؟ وانا كنشكر سيد العامل. يعني كيفاش حتى وصلوا هذا المشكل ديالك؟ بغيت نعرف الطريقة باش عرف المشكل ديالك. البارح كانوا متقاعدين، البارح الاثنين، داروا واحد المسيرة مظاهرة سلمية، قالوا لي تمشي معنا، بغاو يطلبوا باش تخرج لينا المنحه والحي. ومشيت خرجتي معاهم؟ خرجت معاهم حتى انا، مشيت في بلاصه الوالد الله يرحمه. خرجت انا صافي، هدرت على حقي، ما سكتش. اليوم بلي تعرضت للقمع والاهانه، وسيد العامل شكرا، وشكرا للمتقاعدين وقفوا معايا حتى هما، الله يجازيهم بخير وجمعوا لي شويه البركه باش نخلص الكرا ديالي في الشهر. وبغيت نعرف يعني شنو الطريقه باش تعمل سي العام مع الملف ديالك؟
الطريقة الله يجازيه بخير تعامل. دخلتي مع اللجنة العمالة؟ دخلت مع اللجنة العمالة تعاملوا معايا بطريقة زوينة الله يجازيهم بخير، وقالوا لي بلي راه غتخرج لي المنحة في هاد العام. هاد العام نيت غتخرج لي المنحة حيتاش كاين الاجتماع الاول، قالوا لي انت غتخرج ليك في الدفعة الثانية. انا كنشكر سيد العام الله يجازيه بخير حيتاش التعامل صراحة ملي دخلت تعاملوا معايا بطريقة زوينة، واخا المرة الاولى يعني التدخل ديالو عطى الاكل دي. التدخل ديالو كان في المتناول، الله يجازيه بخير صراحة تعامل معايا بطريقة زوينة. حسيتي بلي رجع لك الاعتبار؟ حسيت، حيتاش راه لا يعقل انه بنت متقاعد حرر الصحراء تعرض للقمح تشير حشومة، ما هضرش معايا بالادب، ما هضرش معايا بالادب، وكان كيقمعني وبغى يضربني، قال لي راه كون ما جاياش مكلفه حق الله غندير فيكم شريط، وهادشي راه حشومه. صراحه الوالد ديالي حيت خرج التقاعد بكري، خرج سنه 2002 يلا تزاديت هو خرج التقاعد. صراحة المعاناة ديال الدراسة الصراحة كنا كنعانيو، راه حشومة ولادهم يعيشو في النعيم وحنا يعيشونا في الجحيم. صراحة الوالد كان كيتقاتل حتى وصلنا، والحمد لله الحمد لله الأرزاق بيد الله. يعني واضبتي في الدراسة؟ كافحتي؟ كافحت وتقاتلت حتى جبت الباك الحمد لله، و كنت باغا ندير التكوين ولكن للاسف ما تقبلتش ومشيت صافي مشيت درت لافاك في نيملال. واحد الكلمه في حق الوالده ديالك حتى هي كافحت معك؟ صراحه الوالده حتى هي كافحت معنا وصبرات صبرات ملي كان الوالد مرضي هي اللي قبلاتو، وانا راه شهر ما شفتوش، كنت في الجامعه ديك الساعه اتصلوا بيا قالوا لي بلي الاب ديالك الله يرحمه صراحه كافحت حتى هي وتقاتلات وصبرات والله يخليها لينا. نطلب دابا من المسؤولين يعطونا حقنا وحق الاباء ديالنا، حيت الصراحه راه ما خلاو لينا والو. دابا الوالده راه باقي ما دازتش ليها الخلصه، وراه لا يعقل انه يخليو لينا 20000. 20000 راه المعيشه غلات، وانا كريف بني ملال ب 7000 ريال، راه حشومه عيبوعه. وكنطلب من المسؤولين يعطونا الحق ديالنا اللي كانوا الاباء ديالنا كيستحقوا، راه كيتقاتلوا وكيعانوا، وراه الاغلبيه ديالهم كان مريض بالقلب. الاب ديالي نصر مسكينه توفى بالقلب، كان مريض بالقلب، وشحال من واحد انا كنعرفو مريض ورا ما عطاو ليهم والو. كنطلب من المسؤولين يعطونا الحقوق ديالنا، يعطونا هذاك الشيء اللي كنستاهلو. راه لا يعقل انه اولاد الموظفين الاباء ديالهم كيدخلوا من 2 مليون حتى 3 مليون في الشهر، يعطيوهم المنح والحي وحنا لا. ولاد المتقاعدين ديما كيتحقروا، ورا كاين اللي عندهم الاجازات والماستر وباقيين بلا خدمه. الوالدين انتشار العمل المزيلة الله يرحم الوالدين، يبدل إذا هذا سيب الضرب الله يرحم الوالدين، نتولى مدن الله يرحم الوالدين، شكرا الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين.